اوعى اوعى المكان هيقع. باسم الملوك باسم الملوك مرحبتنا تحضير. يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن تقريبا دي ورقه فاضيه. وكان من كراماته انه رضي الله عنه سيدنا العريان كان يخطب الجمعه عاريا بالبوصه وصلوا خلف الناس الذين وكان من كراماته ايضا كان يضع يده على فخ ينهر ابيض فيجعلها بلاش الكرامه دي. وعندما دخل عليها فوجد حج عوا يا حج حج عوا عايز ايه يا ضي انت عايز ايه يا منيل انت على عينك انت ما وراكش حد غير يلا ارحمني شويه يا حج. في انت بتزعج ليه كده ايه هو انا مش ليه حج عليك ولا ايه حج حج ايه يا ابو حج انت جاك حج وسطك ماشي يا حج ماشي خليكوا شاهدين يا سيادني خليكوا شاهدين مش عايز يساعد الناس اها خلاص يا سيادني خلاص يا سيادني عايز ايه يا بحبح يا حبيبي ده انت حبيب قلبي قول 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 عايز ايه يا بحبح. ممكن يا حج عوض بقى تبهرني بكراماتك حبي؟ عايزني ابهرك بكراماتي؟ ايوه وريني اي حاجه كده من الخوارج بتاعتك كده ولا انت ما عندك شيء؟ ما عنديش ما عنديش ازاي ده انا عندي ونص وثلاث ارباع بس يعني بس يعني بس يعني قول انك ما عندكش قول قول انك ما عندكش وخليك صريح. لا انا عندي وكل حاجه بس انا خايف عليك. لا 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 ما تخافش عليا ولا حاجه ما تخافش ما تخافش ورينا يلا وريني اهي ودي هوري له ايه العبيط ده. بص 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 ركز معايا يلا يا شهتوك يلا يا شكتوكي يلا يا بحروتي يلا قولوا يلا ها ها يلا واحد اثنين ثلاثة اه رأيك بقى كده حج عوض اديني اختفيت وبهرتك بكراماتي. انت بتتكلم من ايه؟ أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أنا ممكن أجيب لك واحد ساحر لا اللي هو بتاع خفة اليد ده لا يسمى ساحر ده بنحفظه كلمتين وكم حركة كده وبنطلعه يعمل أي منظر كده يعني وبنوهم الناس إن هو ساحر. بس في ناس ذكية بتبقى عارفة إن الراجل ده عبيط وبتبقى هرشالة مؤاخذة عارفة إيه اللي بيعمله وعارفة إن الحوار أصلا من البداية سبوبة إما إني جايبه عشان أعمل بيه شو أو أعمل له قيمة عند الناس عشان السبوبة. خلاص عشان ما اطولش عليك الفيديو بتاع النهارده طويل حلقه كامله جايبين ساحر وواحد تاني المفروض شيخ فجايبين الساحر عشان يحضر جن كده كده ساحر بقى هو هيبهرك وهيعمل حركات انت عمرك ما شفتها غير في جنينه الحيوانات لو دخلت سيرك وكده يعني. بص حضرتك هي حركات مهروشه بس هوريها لك برضو يمكن تنبهر ولعلمك ان كان فعلا ساحر يعني عمره ما هيعمل الحركات دي الا اذا استعان بالجن وعمر الجن ما هيعمل لك حاجه الا لازم هيطلب منك حاجات كفر بالله. فعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدا. لكن قبل ما نبدا حابب اشكر الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي عملت لايك ما عملتش لايك انا بحبك في الله مؤيد ليا او معارض برضو بحبك في الله وبقدم شكر خاص للناس اللي انتسبت في القناة وبشكر كل واحد بيدعم المحتوى باي شيء ان كان بيدعمنا باللايك او بيدعم القناة من خلال نشر الفيديوهات او بيدعمنا على باتريون لتطوير المحتوى او بينتسب للقناة. خلونا نبدا لو عامله ده كده بتبقى بطارية بتاعت رمود عادي يعني ما في حاجة صح طلع منها سلكين في صبعك كده بسيطة يعني مش صعبة وبيبقى المنديل نفسه اللي ماسكه في ايده في حتة سلك بتاع الغسيل حتة صغيرة كده بتبقى جوه المنديل ساعة ما بتلمس صبعك والسلكين عليها للسلك المواعين اللي هو بتاع الغسيل ده بتعمل شرز نار بتولع حركة عبيطة برضو يعني مش هو الموضوع كله شو يعني بس هيبهرك بقى انه هيعمل جو في المكان اوعى اوعى المكان هيقع اجري يا بت اوعى يا بت هي جريت شيخ ما امشي يعني ولا انبهر والله ده فكه طيب اتفضلي ما بيقع كده؟ لا فيلم فاكسان ما بيقعش انا داير نار يا داير نار الموت احسن لفك قال فوق ما احتقل قاعد معاه يا رب يا رب عمل انت الدايره الاستوديو يبقى حكينا ولا شنو؟ ما بتقع فيك ما بتقع؟ ما بتقع فيك الساحر اللي يثبت ان هو ساحر فعلا المفروض ولي الامر مش عايز اقولها عشان خاطر ما يحضروليش الفيديو
المفروض يا ايه؟ مش عارف اقول لك ينفع نترحم عليه ما هو مش مسلم. يعمل ايه؟ يعني ما يا شيخ واخد بالك انت. ده اللي هيجيبه يتحداه يعني. تعال اقرا قران وانا انا بحضر الجن. طيب بسم الله. لو بتخاف اقرا اي ايه قرانيه. اه لو بتخاف اقرا اي ايه قرانيه. بس اختار لك ورقه جميله. امسك يا اليمين من الاول وانت ماشي. اختار ورقه وانت ماشي. شوف بقى هي الورقة بيضة يعني اختار أي ورقة ورقة فاضية يعني. التاني بيقرأ قرآن. ودي دايسة على ال على المعرفش بتاع اللي بيعبوا بيها الأكل تقريبا. دي ورقة فاضية حطها على دماغه ما فيهاش أي حاجة يعني ورقة بيضة. شموش لولية يا ريتني بسكوك كده. أنت عملت كده أنا بسكوك كده تماما. حسي حاليا أنا كده أي شيء بروحانيا أنا بسكوك كده تماما. الورقة فاضية ما فيهاش أي حاجة. يبدأ بقى ينادي القرايب دول. أي شيء اللي بنهنا تاني بسكوك. هو بيقرا في التلاوه ثاني بقى ثاني. اه يعني هو بيقرا في التلاوه وانا هحضر برضو يعني القران ده ولا هيأثر ولا هيعمل حاجه. ايه ده يا باشا؟ دي ورقتكم يا جماعه. دي ورقتكم يا جماعه. بص يا باشا انا برضو هسميها ورقه فاضيه. هيحطها على النار بسيطه كده يعني. هيتضح ان هي ايه؟ بيبان عليها كتابه. كتابه. هقول لك انا بقى الحركه دي بتتعمل ازاي وانت جربها. هات بصله بصله عاديه وهات ريشه او حته خشبه عود كبريت وغرزها في البصله وفي الكراسه وخلي الميه بتاع البصله تعلم يكتب اي كلمه بميه البصله. طبعا مش هتبان اي حاجه. روح بقى اعملها على اي حاجه فيها حراره او اكويها بالمكوى. كل اللي انت كتبته بالبصل هينحرق زي دي بالظبط كده. خدع عبيطه. ساحر فاشل. عد اي شيء احنا اللي جربناه. خلينا جربها جربها بتاع البصله دي. يمكن انا كذاب. هات بصله واعملها. معلش هديها لمولانا شيخ بشرى. خليه يجرب. دي كانوا بيسموها انا صراحه ما فهمت حاجه. لا الحبر السري. انا كراز ما عندك في جرب. اي شيء اي انسان له طريقه شغله. جربها كده هات البصله واعملها بعود الكبريت وخلي الميه بتاع البصله تكتب اي كلمه. اكتب البحبحاني واعملها على اي حاجه سخنه يعني مكوى مثلا نار بس تكون ايدك عاليه شويه. هتعمل نفس الفيلم اللي هو عمله البطيخ ده. وبكده يكون فيديو النهارده خلص وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. ساقطع كل من عادى رسولي وابطر كل حبل للوصال واقليه وابغضه جهارا رجاء للمثوبه في مآل.